رقم 4 بيقول عندنا the electron concentration in a region of a silicon is shown في الفيجر اللي هو مديهولنا ده. if the electron probability ب 350. طيب يبقى أول حاجة هو مدينا given إيه؟ مدينا الموبابيلتي، تمام؟ يبقى هو مدينا الموبابيلتي بتاعة إيه؟ بتاعة الإلكترون. يبقى إلكترون موبابيلتي هو مدينا موبابيلتي اللي هي بكام؟ ب 350. طيب وبعد كده قايل and the width اللي هي ال WB ب 0.5. يعني ادي هو كده، ادي الرسم اللي هو مديها لنا، مدينا فيها كده الويتس بتاعنا ماشي، اللي هي المسافة بتاعتنا هتبقى ب 0.5 تمام متر. determine the electron diffusion current density. طيب احنا اتفقنا ال diffusion current density اللي هي يقصد بيها ايه؟ ال J، وانا بستخدم للالكترون يبقى ده J N تمام. طيب والقانون هو عبارة عن ايه؟ اتفقنا ان هو Q في ال دي ان، او ممكن نشيل ال دي ان دي خالص ونكتبها في تي في موبابيلتي ان مضروبة في ال دي ان على ال دي اكس. طيب هنيجي نبص الكيو رقم ثابت عندنا اللي هو 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19. طيب والفي تي هو مدينا قيمتها ب 350 سنتيمتر سكوير بير فولت في السكند، والموبابيلتي ان ده الموبابيلتي ان معلش، والفي تي هو قايل لنا هو مش مدينا القيمه بتاعتها، بس هو قايل اسيوم الروم تمبريتشر. يعني هو قايل ان هو احنا عندنا شغالين في الروم تمبريتشر، واحنا المفروض حافظين قانون بتاع الثيرمال فولتج ان الفي تي بيساوي الكي في التي على الكيو، الكي اللي هو البولتزمان على الكيو اللي هي الرقم اللي هي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19، والتمبريتشر هو قايل عند روم تمبريتشر، واتفقنا من الشيت اللي فات ان روم تمبريتشر يقصد بيها ان هي 300 كلفن تمام. فبعد ما هنعوض هنلاقي ان القيمه المفروض طلعت لنا ب 0.025 في تمام. طيب يبقى انا كده جبت الفي تي، يبقى انا عندي خلاص الكيو وجبت قيمه الفي تي وعندي الموبيلتي ان مديها لي ب 350. طيب عندي بعد كده ال دي ان على دي اكس، ال دي ان على دي اكس اتفقنا ده المفروض بعمل differentiation ماشي تفاضل، بس هو مش مدينا equation، هو قايل مدينا رسمه. اتفقنا لو اداني رسمه كده يبقى يقصد بيها ان انا هجيب مكان ال دي ان على دي اكس السلوب تمام. طيب السلوب بتاعنا عباره عن ايه؟ احنا عارفين ان السلوب عباره عن ايه؟ السلوب هو عباره عن دلتا واي على دلتا اكس. طيب دلتا واي واي 2 ماينس واي 1. طيب يبقى احنا عندنا 18 ماينس 0 ده كده يقصد بيها كده ايه؟ واي كده شغاله واي اكسس، يبقى واي 2 اللي هي 18 ال 10 باور 18 يبقى 10 باور 18 ماينس الزيرو على الدلتا اكس، الدلتا اكس اللي هي اكس 2 ماينس اكس 1. طيب يبقى ده هنا كده عندي ده المفروض x1، ده كده المفروض x axis بتاعي ده x1 وده x2، فاللي هو عبارة عن ايه؟ نص ماينس زيرو. بس هنخلي بالنا ان انا شغالة اصلا بالسنتيمتر، يعني انا شغالة الموبابيلتي بتاعي بسنتيمتر سكوير تمام. طيب يبقى انا المفروض القيمة بتاعت ال WB ديت اللي هو الويتس بتاعي المفروض القيمة تبقى بالسنتيمتر مش بالمتر، يبقى انا المفروض هضرب هنا بكام؟ المفروض هضرب في 10 باور 2 عشان اخليها بالسنتيمتر، عشان يبقى انا شغاله كله بالسنتي، لان برضو لو لاحظنا هنا هنلاقي ان الجزء بتاع الواي اكسس هو ان اكس عباره عن على سنتيمتر كيوب، يبقى هنخليها بالسنتي، يبقى 0.5 تايم 10 سكوير اللي هي تطلع ب 50 سنتي، يبقى كاني بقول 50 ناقص الزيرو يبقى 50 ناقص الزيرو تمام. طيب يبقى ديت عبارة عن السلوب اللي هي هتبقى ايه؟ 10 باور 18 على 50. يبقى انا جبت ايه؟ قيمة ال دي ان على دي اكس. يبقى انا كده جبت اللي هو كان عايزه اللي هو الالكترون ديفيوجن كارنت دينستي تمام. طيب تعالوا نشوف برضو الانسر هنا كده على السريع. او هو مودينا هنا دلوقتي موبيلتي ان 350 جيفن، ومدينا الويتس ب 0.5 متر، وقال ان احنا شغالين روم تمبريتشر، ان التمبريتشر عندي ب 300 كلفن، وقايل عايز الجي تمام. طيب الجي ان، طيب الجي ان عباره عن ايه؟ كيو في الفي تي في الموبيلتي ان في الدي ان على الدي اكس. طيب اتفقنا ان كيو ده رقم ثابت عندنا فعارفينه، الفي تي هجيبها من قانون الكي تي على كيو،
وعوضت عنها عن طريق ان انا شفت التي وحطيتها ب 300، فطلعت ب 0.0258 فولت. الموبابيليتي ان هو مدينا القيمه بتاعتها ب 350. الدي ان على الدي اكس اتفقنا ان هي عباره عن السلوب بتاعي، فاتفقنا ان السلوب عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بقول 10 التايم 10 اللي هي 10 باور 18 ماينس الزيرو على ال 0.5 تايم 10 باور 2 0.5 تايم 10 باور 2 او ال 50 سنتي يعني ماينس الزيرو. تمام كده انا جبت قيمه الجي، فطلعت قيمتها ب 0.0288 والوحده امبير بير سنتيمتر سكوير. تمام طيب هندخل بقى للسؤال رقم 5.